السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على درس جديد من دروس النحو للصف السادس ألف ابتدائي، وهو أنواع خبر إن وأخواتها. إن وأخواتها عرفنا إنهم حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية وتنصب المبتدأ ويسمى اسمه، وترفع الخبر ويسمى خبر. إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. النهاردة نعرف أنواع الخبر. زي ما عرفنا كده عندي 3 أنواع للخبر: مفرد، جملة، شبه جملة، واتكلمنا عنهم قبل كده. قلنا المفرد ليس جملة ولا شبه جملة. شبه الجملة ما كان الظرف أو جار ومجرور. الجملة اسمية وفعلية ولازم يكون فيها ضمير يعود على اسم إن. نيجي نشوف الأمثلة. عندي الأمثلة رقم 1 مثلا: إن الحق واضح. في مجموعة ألف إن الحق واضح. فين الخبر؟ كلمة واضح. طب نوع الخبر؟ مفرد. يبقى هنا واضح خبر إن مرفوع علامة رفع الضم. طب علمت أن الإيمان سبيل. سبيل هنا هتبقى خبر أن، لأن المعنى تم عندها. كأن أشعة الشمس ذهب. الخبر فين؟ كلمة ذهب. لما أقول كأن أشعة الشمس مالها؟ ذهب. أمال الشمس دي إيه؟ نكرة معرفة تبقى مضاف إليه. لعل الفرج قريب. الفرج ماله؟ قريب. يبقى قريب خبر لعل ونوع مفرد لأنه كلمة واحدة واسم وليست ظرفا. إن القصة مجموعة باء. إن القصة ما لا أسلوبها. لو قلت أسلوبها بس وسكت المعنى ما تمش، لازم أقول أسلوبها رائع. يبقى أسلوبها رائع على بعضها خبر جملة اسمية. طب فين الرابط؟ الضمير اللي عليه دايرة دوت. تمام. لو جيت عارفها بقى إعراب كامل أقول إن حرف ناسخ، القصة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح، أسلوبها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رائع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يا مستر أنت نسيت تعرف الضمير. أي ضمير مع الاسم؟ ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وبعد ما أخلص هقول والجملة الاسمية في محل، نستنى بقى خبر إن ماله؟ مرفوع، يبقى في محل رفع خبر إن. المثال التاني فين اسم إن؟ الجسم. الخبر أعضاؤه مترابطة، جملة اسمية ورابط الهاء. الخبر في المثال الثالث لكنه يقوي. عندك لكن، طب الهاء دي ايه؟ اسم لكن. طب يقوي خبر لكن وجملة فعلية لأنه فعل. ليت الشباب يعود يوما. هنيجي هنا الخبر هيبقى كلمة يعود. طب يعود ده ايه؟ فعل. يبقى هنا خبر جملة فعلية. نيجي المجموعة الثالثة. إن للحق أعوان. طبعا لو بصينا هنا حرف ناسخ اللي هو إن جاي بعديه شبه جملة. أنا متعود إن اسم إن هو اللي بيجي الأول. طب لما لقيت شبه الجملة، هو مين اللي بيبقى عنده شبه جملة ومفرد وجملة اسمية وجملة فعلية؟ الخبر مش الاسم. عشان كده هنقول إن هنا للحق خبر إن ونوعه شبه جملة، بس لازم نزود كلمة مقدم لأن ده مش مكانه. لأن لو جينا نرتبها ده هيروح هنا وده هيجي هنا. عشان كده هقول هنا خبر ان شبه جمله ومقدم. اما اعوان هتبقى اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه، بس لازم ازود كلمه اسم ان مؤخر لان ده مش مكانه، هو اتاخر عن المكان بتاعه. علمت ان السفر الان. نفس الكلام، السفر اسم ان. طب امال ايه الان دي؟ ده ظرف، يبقى هنا الخبر شبه جمله. ان القائد امامك. فين الخبر؟ كلمة أمامة. يبقى الظرف جه بعد اسم إن هو دوت الخبر، وهيبقى نوعه شبه جملة لأن شبه جملة عبارة عن ظرف أو جار ومجرور. ده كده بالنسبة للأمثلة كاملة على إن وأخواتها. خلاص؟ طبعا القاعدة قلناها، طبعا دي تدريبات عشان نتدرب على أنواع خبر إن وأخواتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.